مباشرة بعد الانفجار أكد رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب أن ما وقع لن يمر أبدا من دون عقاب. لنستمع إليه. بيروت منكوبة، لبنان مصاب بكارثة. نعم، إنها كارثة وطنية كبرى. المشاهد التي نراها تعبر عن المأساة وتحكي عن حجم المصيبة التي ضربت لبنان. ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى. هذا التزام وطني. ستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ العام 2014، أي منذ 6 سنوات. أتوجه بنداء عاجل إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي تحب لبنان أن تقف إلى جانب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا العميقة.